الآن خلينا على الستور اللي بنيناه. احنا التمبلت اللي استخدمناه بيحتوي على موضوع المالتي كارنسي. طبعا الفكرة هان بتعتمد بشكل أساسي انه احنا هندخل زي ما اشتغلنا من البداية، انه احنا هندخل السعر تبع البرودكت بكرنسي محددة، وبعد هيك احنا هنعمل نظام كونفيرجن او كونفيرت حسب سعر الاكسشينج ريت تبع العملة. مثلا لو اليوزر اختار اليورو، فانا بدي احاول اغير عرض العملات هذه كلها من مثلا الدولار لليورو او العكس. طبعا بنحتاجين احنا هنا الى ثيرد بارتي سيرفيس بتعطيني الاكسشينج ريت تبع العملات. يعني مثلا انا الموقع تبعي بالدولار، فبدي مثلا لما اليوزر يحول يورو على سبيل المثال اروح اشوف قد ايش سعر الصرف تبع اليورو واضرب مثلا قيمة السعر فيه. فانا محتاج لموقع يعطيني هذه الخدمة. احنا الهدف طبعا كيف نربط مع ثيرد بارتي اي بي ايز. وخلينا نحكي انه في موقع انا استخدمته قبل هيك اللي هو free.currencyconverteraby.com. هذا بيعطيكو فري اي بي اي لموضوع تحويل العملات، فحنستخدم هذا هذه السيرفيس. طبعا بس بيتطلب انكم تعملوا ساين اب عشان تحصلوا على الفري اي بي اي كي تبعكم. الان ما يبدو انهم بسبب سوء استخدام الخدمة صاروا انه حتى تطلب الاي بي اي كي مش خلال انك تسجل، انك تبعت ايميل لصاحب الخدمة. طبعا انا مفترض عندي اي بي اي، بدي اروح ابحث على الايميل في الايميلز اللي عندي على الاي بي اي هذا واستخدمه. سابقا كان مجرد تعمل ساين اب او تحط ايميلك فبيبعتوا لك لينك، بيبعتوا لك رسالة بالاي بي اي كي. فيبدو ان هم بسبب انه هذه الخدمة فري فناس كتير بتستخدمها بشكل يمكن مش مناسب، فهم وقفوا الاشي وصار انت تبعت رسالة بشكل شخصي لصاحب الخدمة. طيب خليني انا عادة لما ناجي اشتغل مع اعمل انتجريشن مع اي بي ايز خارجية، طبعا احنا هنا بنستخدم انه احنا بنبعت ريكوست من السيرفر تبعنا للسيرفر تبع الخدمة. اذا هنا مش من كلاينت للسيرفر، هنا الريكوست بيطلع من سيرفر لسيرفر. طبعا في سيرفرنا في هذه الحاله هو يعتبر الكلاينت. طبعا عشان نبعت ريكوست من الباك اند فانا محتاج مكتبات خاصه. الان في بي اتش بي بشكل عام احنا بنستخدم حاجه اسمها السي ار ال. خليني هيك بس في نوت باد، احنا هنا في بي اتش بي عشان انا اقدر ابعت ريكوست انا بستخدم حاجه اسمها سي ار ال. خلينا نحكي سي ار ال هو اصلا زي بروتوكول موجود في كل لغات البرمجه، تمام؟ يعني حتى موجود ككوماند على في ككوماند لاين، يعني هو اصلا تول اسمها سي ار ال. هذه تسمح لي اني انا ابعت ريكوست من السيرفر من الباك اند للسيرفر ثاني. لان عشان هذه هي النيتف فهم في بدات يتم بناء مكتبات عليها. يعني مثلا في مكتبة الجازل HTTP او HTTP جازل، دائما بتخربط من قبل الثانية الجازل ولا HTTP. هذه الجازل HTTP مبنية على السي ار ال، يعني هي فعليا عاملة لي رابر هيك، وبالتالي صار التعامل برمجيا اسهل لانه حصير اكتب اكواد اقل. زي فكرة لما انا استخدمت اللارافيل المبنية على البي اتش بي. يعني اللارافيل نفسها بنت على الجازل HTTP حاجة اسمها HTTP كلاينت الخاص فيها فوق الجازل. فصار انا عندي حتى هنا التعامل اسهل اكثر، يعني بكتب سطر واحد تقريبا ببعت فيه الريكوست بحصل منه على الريسبونس. فبين الاحوال انت مثلا بتشتغل بيور بي اتش بي ممكن تستخدم السي ار ال او تعمل انستول لهذه الباكج وتشتغل من خلالها. طبعا بدك تكون فاهم كيف تستخدمها. بما انك شغال لارافيل فانا ممكن انصحك انك تستخدم ال HTTP كلاينت الخاص فيه. تمام. لان انا عاده لما اربط مع ثيرد بارتي سيرفيس بعض السيرفيسز بتوفر لي حاجه اسمها الاس دي كي. الاس دي كي هو عباره عن بي اتش بي، مثلا احنا بنشتغل بي اتش بي، هو عباره عن بي اتش بي لايبراري فيها الاكواد الجاهزه. ممكن هي تكون اصلا مستخدمه الجازل كمان او السي ار ال، فانا بصير استخدم الكلاسز اللي هي بتوفر لي اياها. لان اذا انا هربط مع ثيرد بارتي سيرفيس بس معطياني ال HTTP API، يعني كيف ابعت الريكوست على اي رابط وشو البارامترز اللي ابعتها، فانا في هاي الحاله ممكن ابني الاس دي كي او ابني يعني هيك كلاس يساعدني في الكودينج. انا هذا بفضل احنا نشتغل عشان ما نكتبش دائما الاكواد بشكل مباشر داخل الكنترولرز. فانا في موضوع الكونفرتر بدي ابني هنا سيرفيس كلاس
تمام عشان استخدمها في ارسال ريكوست. خلينا بس نوضح كيف حنستخدم هذا الاي بي اي. هو بيحكي انت بتبعت اي بي اي ريكوست. ثواني بس اروح على نسخه الفري وحاطين دوكيومنتيشن تبعها. فري فيرجن. طيب احنا في الفري فيرجن وين ال جسك الدوكيومنتيشن العام. طيب بشكل عام هو بيحكي انت بتطلب ريكوست مثلا سلاش اي بي اي فيرجن 7 كونفيرت كيو يساوي يو اس دي اندرسكور بي اتش بي. يعني طبعا بي اتش بي مش لغه بي اتش بي المقصود فيها. انا بعمل تحويل لعمله اليو اس دي لعمله البي اتش بي لعمله الفلبين. تمام. وطبعا هنا الكومباك يساوي الترا يعني قديش يعني الريسبونس اللي يرجع لي يكون مصغر. وفي طبعا هنا الاي بي اي كي لازم ابعته ضمن البارامترز وهذا اللي احنا مفترض نكون حاصلين عليه. الريسبونس اللي بيرجع لي في حاله الكومباكت مجرد هيك جيسون ريسبونس بسيط في مثلا الكويري اللي انا طلبتها وقديش سعر الصرف تبع بين العملتين هذول. طبعا البيز يو ار ال تبعنا هو هذا. احنا نشغل فري فحيكون هذا هو البيز يو ار ال تبعنا وهذا عباره عن الراوت اللي احنا هنطلبه. فانا حابني السيرفيس كلاس من خلاله استدعي هذا الاي بي اي. فخلينا اعمل هنا نيو فولدر داخل الاب اسميه مثلا سيرفيسز على اساس انه انا ممكن انشئ سيرفيسز مختلفه. خلينا اعمل هنا مثلا نيو فايل ونسمي الكلاس تبعنا مثلا currency converter .php namespace app services اسم المجلد والكلاس تبعنا. يبدو انه هو فعلا عرف انا ايش بدي اعمل الجيت هاب لان انا فعلا هذا الكود كتبته قبل هيك. خلينا ناخذ الاوتو كومبليت اللي جاني. انا كنت اعمل شيء شبيه. طبعا هنا عرفنا حاجه اسمها الاي بي اي كي. انا بدي استقبل في الكونستراكتور الاي بي اي كي لان انا ما بدي اثبته كمان في السيرفيس لانه ممكن يكون متغير وهذا حشوف وين حنعرف الاي بي اي كي. فانا هنا باخذه وهنا مثلا عمليه الكونفيرت هاي مثلا القيمه اللي بدي احولها والعمله فروم تو والقيمه اللي حترجع. لان حتى البيز يو ار ال هذا انا فعليا مرات انا بروح اعرفه هنا ممكن اعمل هنا بروتكتد مثلا بيز يو ار ال يساوي مفترض هذا القيمه ممكن احكي لعند هنا بس فيرجن 7 احنا هنشتغل على الاصدار الاخير تبعهم اللي هو هذا فيرجن 7. صار عندي الاي بي اي كي هنا البيز يو ار ال ثبتته في هذه المنطقه اساس لو بدي اغيره بعد هيك ما يكون شيء صعب. انا مش حستخدم هذا الرابط بهذا الشكل. هاي بس نمسح الكود لانه يبدو مش كامل. طيب. او شو خليني ابني اليو ار ال تبع او بدناش نبني اليو ار ال حنبني بطريقه ثانيه. الان عشان استخدم زي ما حكيت احنا في حنستخدم ال اتش تي بي كلاينت الخاص بلارافيل. ففي عندي فساد كلاس اسمها HTTP. هذه الفساد كلاس هي فعليا اللي انا حستخدمها عشان ابني من خلالها الريكوست اللي انا حبعته على اليو ار ال هذا. اول شغله ممكن او من الميثودز اللي انا ممكن ابعتها لل HTTP كلاينت احدد البيز يو ار ال اللي انا حاشتغل عليه. ففي عندي ميثود اسمها بيز يو ار ال بحدد فيها الرابط الاساسي او يعني اي ريكوست حبعته حيكون دائما اليو ار ال اللي انا حطلبه بيعتمد على هذا البيز يو ار ال اللي انا عرفته في this بيز يو ار ال. طبعا بتتميز ال HTTP client انه انا بعد هيك مثلا بدي ابعت الريكوست بطريقه الجيت فبستدي ميثود اسمها جيت. بدي ابعت الريكوست بطريقه البوست فبستدي ميثود اسمها بوست. بدي ابعت الريكوست بطريقه البوت فبستدي ميثود اسمها بوت وهكذا. فتقريبا حسب نوع الميثود انا بستدعي ميثود مقابله داخل الكلاينت. بعض الاي بي ايز خاصه اللي بتحتاج موضوع authorization authentication بتطلب مني ابعت هيدرز.
فأنا ممكن أبعت هنا أو أستدعي with headers method وأبعت هنا array بالheaders مثلا على سبيل المثال وأنا مثلا أخذت الـ suggestion code هذا اللي جاني من الـ GitHub مثلا إنه أنت ممكن تبعت مع request وهذا في أغلب الأحيان أغلب الـ APIs الخارجية مش simple زي هذا الـ API بتطلب إني أبعت بعض الـ headers الإضافية مثلا أنا ببعت الـ request بطريقة الـ JSON إنه الكونتنت تبع الريكوست تبعي بدي ينبعت كجيسون ريكوست تمام فلازم ابعت مثلا هيدر مثلا كونتنت تايب يكون مثلا اللي هو ابلكيشن على جيسون مرات انت مثلا في عندك موضوع الصلاحيه الاوثرايزيشن يعني مثلا خلينا نحكي في اللقاء الماضي لما تكلمنا انه احنا بنينا اي بي اي وكان مطلوب من اليوزر يبعث لي التوكن تبع الاوثرايزيشن هذا التوكن احنا استخدمنا الاوثرايزيشن هيدر واستخدمنا حاجه اسمها البيرر توكن فانت هنا حتبعت اوثرايزيشن هيدر هيدر اسمه اوثرايزيشن وبتبعت هنا مثلا انت ممكن يكون عندك التوكن فبتبعت مثلا بيرر ومثلا بيكون عندك هنا الاي بي اي ممكن تعتبره هو التوكن او بيكون في عندك توكن انت عملت له جنريت بطريقه معينه او حصلت عليه من مثلا ريكوست ثاني اذا انت ممكن تستخدم الويد هيدرز عشان تبعت اي هيدرز اضافيه مع الريكوست احنا في حالتنا في المثال تبعنا احنا مش محتاجين بس انا حبيت اوضح النقطه هذه لان احنا محتاجين نبعته فعليا احنا نبعت ريكوست بطريقه الجيت على راوت الكونفيرت لانه احنا اخذنا البيز الكامل لو رجعنا على الاي بي احنا اخذنا كل البيز لعند ما وصلنا للفيرجن 7 فصار عندي انا دبعت ريكوست لباقي اليو ار ال للكونفيرت تمام والان هنا لو بدي ابعت بارامترز مع هذا الريكوست فانا ببعتهم في السكند ارجيومنت لقيت على شكل اري فمثلا بدي ابعت لاحظوا انا في عندي هنا بارامتر اسمه كيو قيمته مثلا اللي هو العملتين بدي احول منهم بارامتر ثاني مثلا اسمه كومباكت قيمته كذا كبارته اسمه اي بي اي كي فمثلا هاي الكيو طبعا الكيو بتنكتب بصيغه فروم اندرسكور تو يعني اليو اس دي هذا العمله اللي فروم اندرسكور تو هذه العمله عشان هيك احنا تم مثلا برضه صيغتها بهذا الشكل كومباكت مثلا بدي الريزلت تكون سمبل ترجع لي وهنا مررنا الاي بي اي كي فانا هي فعليا هيك مررت القيم الان هيك انا بعثت الريكوست مجرد ما استدعيت الجيت انا هيك بعثت الريكوست فالمفترض يصلني من السيرفر اللي انا ارسلت على الريكوست يصلني الريسبونس لان الريسبونس هذا عباره عن اوبجكت برضه ريسبونس خاص طبعا هذا الاوبجكت له ميثودز بداخله مثلا انا عارف انه الريسبونس اللي بيرجع لي بصيغه الجيسون فانا ممكن احكي له هات لي ريسبونس جيسون بحيث انه يحول لي يرجع لي الريسبونس هذا من جيسون لاوبجكت انا بقدر اتعامل معه في البي اتش بي خلينا نسميه مثلا الريزلت لان لو احنا مفترض نكون فاهمين كيف شكل الريسبونس اللي رجع مثلا احنا شكل الريسبونس حيرجع لي بهذا الشكل طبعا لو انا باعت في الكويري اكثر من عمله او اكثر من عمليه تحويل حيرجع لي مثلا كي بكل عمله والقيمه تبعتها الفروم تو هذا انا فعليا بدي احطها في فاريبل هنا اسميه مثلا كيو يساوي القيمه هذه وامرره هنا انا فعليا لو بدي ارجع العمله فانا احكي له ريتيرن للريزلت اوف الكيو انا هلاحظ انه انا عندي ريسبونس اللي بيرجع عباره عن عندي زي اري هذا عباره عن الكي تبعت الاري وهذه القيمه فالكي تبعتي هي العملة اللي from to اللي حلاقيها جوا الريزلت وهيك حيرجع لي القيمة تبعتها أنا فعليا بدي أغير هنا بدي أخلي الفلوت أو الأماونت هذه بدي أحطها كهي في الآخر وتكون الـ default value 1 وأنا هنا دايما أضرب في الأماونت هذه هي السيرفس تبعتنا طبعا عشان نعمل لها تيست بدنا نبدا الجيت نجهز كيف نستدعي هذه في الكلاس تبعنا طيب احنا محتاجين الاي بي اي كي متى بتعتبر من ضمن المعلومات اللي
ما بدي اي حدا يعرفها، لانه اي حدا بيعرف حيصير يبعت ريكوست من خلال الاي بي اي كي تبعي. فعشان هيك انا حامل كونفيجريشن له في ملف الدوت انف. مثلا ممكن اعمل هنا زي ما عملنا موضوع الاي بي اي توكن، خلينا نسميه مثلا كرنسي كونفرتر اي بي اي كي، نسميه تمام ونجيب الكي. انا بدي احاول اجيب الكي من الايميلات السابقه اللي وصلتني لانه انا مش محتفظ فيه. تمام، انا اخذت ضفت الكي في الملف الدوت ان. الان بدي اروح على مثلا في عندي في ملفات الكونفيجريشن، طبعا زي ما حكيت احنا ما بنقرا ده مباشره من ملف الدوت ان، لازم نقرا القيمه في ملف كونفيج ونقرا احنا القيم وفي الكنترولز نقرا من الكونفيج. فانا في عندي كونفيج فايل اسمه سيرفيسز، احنا ممكن نستخدمه لموضوع الربط مع الخدمات او الثيرد بارتي سيرفيس زي الميل جان بوست مارك والاسيست تبعت الامازون. انا ممكن اجي هنا اعمل مثلا كي جديد اسميه مثلا كرنسي كونفرتر، واعمل هنا مثلا اي بي اي كي كي، واخذ القيمه زي ما انا عرفتها داخل الدوت ان بهذا الشكل. الآن خلينا نحكي ايش السيناريو اللي احنا بدنا نمشي عليه. هنا احنا ممكن نعمل نظام انه نعمل ريكوست اليوزر لما يجي يغير العملة فهو هيبعت ريكوست على كنترولر معين، هذا الكنترولر هياخد العملة هيروح يشوف الريت تبعها وناخدها. وبعد هيك بدي انا اكون عامل زي اخزنها في السيشن على سبيل المثال تبعت اليوزر، او انا اذا انا مثلا اذا كان يوزر عامل ساين ان وانا عامل له في جدول اليوزرز انه شو البريفيرد كرنسي تبعته فبدي اخزنها في البريفيرد كرنسي تبعته، بس احنا مش عاملين هذا الشيء، احنا نعتمد على السيشن في المرحله هذه. وبعد هيك بدنا نعدل احنا على الموديل تبع البرودكت بحيث لما اطلب البرايس تلقائيا يجيب لي اياه حسب السعر اللي اختاره اليوزر. هذه الخطوات اللي احنا حنمشي عليها. فاحنا في الخطوه الحاليه احنا محتاجين مبدئيا لكنترولر لعمليه تغيير العمله، هذا الافضل نعمل له كنترولر منفصل اتش بي ارتسان ميك كنترولر مثلا كرنسي كونفرتر كنترولر نسميه. هنحط احنا اعتقد عاملين نيم سبيس اسمه فرونت، اذا خلينا نضع الكنترول تبعنا في الفرونت ايضا والسلام. كرنسي كونفرتر كنترولر في الفرونت، هاي الكرنسي كونفرتر نعمل هنا public function خلينا نسميه ستور بما انه بتخزن في السيشن، حنسمي الريكوست او الاكشن تبع ستور ريكوست. مفترض انا حبعت ريكوست بوست، هذا تغيير على قيمه في السيشن، فبدي ما بدي يكون الريكوست بطريقه الجيت، بدي الريكوست ينبعث بطريقه البوست. اذا انا هعمل حتى هنا موضوع الفاليديت انه اقل يكون بعث لي الكرنسي كود اللي بدنا نطبقه. طبعا كرنسي كود حيكون ريكوايرد وسترينج وماكسيمم 3، ومش ماكسيمم هو السايز تبعه بالضبط بده يكون 3. الفكرة انه حنيجي نعمل هنا حنجيب الكرنسي كود من الانبوت تمام، بدي اخزنه في السيشن، فممكن استخدم هنا السيشن فساد واعمل له سيت او عفوا بوت داخل السيشن ونسميه مثلا كرنسي كود يساوي كذا. هنستدعي ال احنا هنا ثبتنا قديش قيمة الكرنسي كود تمام، وبدنا نخزن في السيشن كمان قديش قيمة الريت تبعها. فبدنا الآن نجيب الريت، طبعا البيز كرنسي تبعنا بدنا نجيب البيز كرنسي، البيز كرنسي اللي هو العملة اللي احنا حنحول منها. احنا حاليا مثلا في الكونفيجريشن البيز كرنسي كود احنا حنجيبها من وين؟ من الكونفيج. احنا عملنا كونفيج في الابلكيشن تبعنا سميناه كرنسي كود اذا متذكرين، موضوع التاكيد في الكونفيج
بالاب عملنا حاجه اسمها حتى مش كراس اسمها كرنسي وثبتناها يو ار ال يورو. خلينا نعتبر ان العمله تبعتنا يو اس دي. هنا اسم الكونفيج اب دوت كرنسي مش كود. هاي الكونفيج تبعنا زي هذه تعتبر دائما البيز اللي احنا هنشتغل عليه وهذه تعتبر العمله اللي احنا هنحول الها كونفيج. الان بدنا نيجي نعمل اوبجكت من الكرنسي كونفرتر تبعنا. هنعمل هنا فاريبل نسميه مثلا كونفرتر يساوي نيو كرنسي كونفرتر الكلاس اللي احنا بنيناه وحنمرق لها الاي بي اي كي اللي احنا حناخده من الكونفيج سيرفيس ملف السيرفيس السيرفيسز الكي سميناه كرنسي كونفرتر دوت اي بي اي كي. هاي احنا في هاي السيرفيسز هاي كرنسي كونفرتر دخلنا على الاري هذه بدخل على الكي اللي جواها اي بي اي كي فانا طلبتها بهذا الشكل كونفيج سيرفيسز دوت كرنسي دوت كونفرتر اي بي اي كي. الاوبجكت تبع الكونفرتر هذا بيحتوي على ميثود احنا سميناها كونفرت اللي انا هبعت لها البيز يو ار ال اللي احنا سميناها بيز كرنسي كود التو هي الكرنسي كود والاماونت واحد انا بيهمني الريت ما بيهمنيش قديش القيمه اللي بدي احولها. هذه مفترض ترجع لي الريت قديش قيمه التحويل بين العملتين هذول وهذه القيمه حنخزنها في السيشن سيشن بوت كرنسي مثلا ريت يساوي قيمه الريت وفي الاخر بنعمل ريدايركت للصفحه اللي احنا كنا او اليوزر كان موجود فيها بدون اي رساله شيء يعني ما بدنا يحس بالعمليه هذه اللي صارت. لان انا ما بدي كل مره يحول انا احنا ممكن نصير نفحص اذا كان انا عندي العمله اللي هو طلبها موجوده في السيشن فما بدي يعمل حاجه ما بدي كل مره يطلب تمام الا اذا ممكن اعمل نظام ايش انه انا اجيب الريت كل مثلا ساعه احاول احسب الريت من اول وجديد او ممكن ندخل على موضوع انه احنا نستخدم نحط الريت هذا داخل الكاش بحيث انه انا احتفظ فيه لفتره معينه تمام على اساس انا ما بدي فعليا لو انا مثلا خلينا نحكي بزور الموقع خلينا نجيب اغير شويه النقطه هذه بزور الموقع ممكن يكون عندي الاف الاشخاص الان كلهم حيستخدموا نفس الريت ليش انا احسب الريت لكل واحد لو مثلا لو انا عندي الالف اللي زاروا الموقع كلهم اختاروا عمله اليورو الان انا هبعت الف ريكوست على هذا الاي بي اي طبعا انا في غنى انه انا ابعت الالف ريكوست لانه انا ممكن اخزن الريت هذا داخل الكاش فانا بفحص في الكاش اذا هذا الريت موجود هستخدمه مش موجود هروح ابعت ريكوست على الخدمه هذه واطلب قيمه الريت ف اللي هي قديش سعر التحويل حيكون متغير ماشي لقيت العمله متغير على مستوى كل يوزر بس لو 10 اشتركوا بنفس العملة لهم نفس الريت لهم نفس الريت فاحنا على مستوى كل يوزر حنخزن كل يوزر في السيشن تبعته شو العملة اللي اختارها تمام لكن الريت تبع العملة هذه ما بدي احطه في السيشن لانه انا بدي مثلا اذا في 10 اشتركوا بنفس العملة ياخذوا القيمة من نفس المكان اذا السيشن ما بينفع لانه السيشن بيكون على مستوى اليوزر هنا ممكن استغل موضوع الكاش اعمل كاش لهذه القيمة عشان كده انا هستخدم هنا حاجه اسمها الكاش فساد طبعا فكره الكاش انه هي في ان حاجه اسمها في اللارافيل كاش سيستم طبعا الكاش ممكن يكون كاش على مستوى الميموري انه انا احط القيمه في الميموري طبعا بتكون اسرع اكيد لكن بيكون كاش مؤقت في كاش على كفايل انه انا بخزن معلومات داخل فايل وهذا الكاش بضله تقريبا طول ما انا مش عامله اكسباير او طول ما انا ما حذفته بيكون اكزيست وبالتالي انا بصير احط شيء في مكان مشترك للجميع بيزوروا الموقع مش بس لصاحب السيشن فممكن استخدم كاش بوت عشان اخزن داخل الكاش طبعا استخدمنا هنا الكاش فساد وممكن الان نعرف داخل الكاش الريت الان لو انا حطيت زي كذا ثواني ناخذ الاوتو كومبليت هذا طبعا الكرنسي ريت هو عباره عن الاسم تبع الكي تبع الكاش انا عشان اخزن في الكاش بدي اعطي له زي اسم عشان لما بدي اقرا من الكاش اقرا من خلال هذا الاسم هذه القيمه هنخزنها في الكاش
وهنا ممكن قديش احتفظ بهذا الكاش. مثلا موضوع سعر العملات بتغير كثير، فما بدي احتفظ بالكاش لمده طويله، لانه انا لو انا ما حددتش المده هيك انا بعمل كاش فور ايفر لعند ما انا احذفه بنفسي، زي فكره الكوكيز. لا ممكن احدد انا قديش المده، مثلا من الان احتفظ بهذا الكاش لمده 5 دقائق، 10 دقائق، مثلا مده ساعه. يعني نحكي العملات الاختلاف اللي بصير فيها بيكون اختلاف طفيف خلال الدقائق، بس انا الاختلاف الكبير ممكن يكون بصير خلال ساعة ساعتين مثلا. فانا ممكن اعمل هنا add minutes مثلا 60 او add hour. يعني في طبعا هذه الناو بترجع لي كاربون اوبجكت، والكاربون اوبجكت بيحتوي على ميثود زي add minutes انه ازود على الوقت الحالي 60 دقيقة مثلا وهكذا. بس كرانسي ريت مش صحيحة كتير، لأنه هيك أنا بخزن في نفس الكاش كي. مش لا مش أجيت سيشي بلزامش، هاي ممكن نخليها مؤقتا بس مش هي اللي بتهمني. ها هذه فيها مشكلة. وين المشكلة؟ لو أنا مثلا كيوزر دخلت على الموقع واختارت يورو، فخزننا هنا كرانسي ريت صارت قيمة اليورو. إجا يوزر تاني اختار دولار أو اختار عملة تانية، إذا هنا لازم نميز في الكاش لأي عملة هذا الريت. احنا ممكن نخزن الري جوا الكاش لكل العملات اللي انا بحولها. يعني اجد انا حصير اعمل كالتالي، انا حفحص اذا كان العملة اللي طلبها اليوزر موجودة ضمن الكاش حقرأها وخلص، اذا مش موجودة ضمن الكاش فانا حروح اجيبها واحطها ضمن الكاش. الان حنعيد السيناريو تبعنا من البداية. من هنا اول خطوه بدنا نفحص اذا القيمه هذه في اول شيء بدنا احنا نصير نخزن في الكاش زي الري، مثلا حاجه اسمها الكرنسي ريتس، خلينا نسمي الكي تبعنا كرنسي ريتس. تمام، فانا عشان اقرا من الكاش طيب مثلا خلينا نعمل فاريبل اسميه مثلا كرنسي او سمي ريتس، فأنا بحكي له يساوي من الكاش get، بدي أقرأ قيمة من الكاش، فبحدد شو القيمة اللي بدي أقرأها. هفترض إنه اسمها currency rates نفس الكي. طبعا إذا كان هذا الكاش لسه أنا ما أنشأته راح يكون أصلا مش حيرجع لي حاجة، ممكن أحكي له رجع لي إيش array فاضية. قبل ما أبدأ عملية التحويل انا هفحص اف العمله اللي يوزر طلبها اذا كانت موجوده في الكاش الست للريس اوف الكرنسي كود. هل انا عندي في الريتس اللي انا كنت مخزنها في الكاش، هل انا عندي كي بيمثل العمله اللي طلبها اليوزر؟ اذا موجوده فانا ففي هاي الحاله خلينا نحكي اذا مش موجوده، نلغي هذه. ايش هعمل؟ هروح انفذ عملية التحويل، هروح اقول له طب حول لي او جيب لي الريت لها. فروحت انا عملت اوبجكت من الكونفرتر، طبعا البيز يو ار اللي خلينا نعرفه فوق عشان صرنا محتاجينه فوق. اذا العملة اللي طلبها اليوزر تمام مش موجودة في الكاش، فانا هروح اجيب الريت تبعها من خلال الاي بي اي تبع العملة. أنا في جميع الأحوال اليوزر لما يختار العملة هحطها في السيشن سواء كذا أو كذا، يعني خليها هالمكان. طب بعد ما جبتها ايش هروح أعمل؟ هروح أحطها في الأري، هروح أقول له الريتس أو في الكرنسي كود يساوي الريت قيمتها. يعني بعد ما جبت الريت إذا بدي أروح أرجع أحطها في الأري اللي أنا افترضتها اللي أنا جبتها من الكاش. هنا صار عندي تغيير على ايش؟ صار تغيير على القيمة، فبدي ارجع احطها وين؟ في الكاش، بس هنا حنحط الريتس كلها. جبت الريتس، الان اذا العملة المطلوبة مش موجودة ضمن الريتس فاحنا حنروح نجيب الريت تبعها، حنحطها في الاري، وحنخزن الاري كلها مرة تانية داخل الكاش، ونحدث الكاش انه يضل مستمر لمدة 60. ممكن انا اعمل كاش لكل عملة منفصل، وهذا احدى الحلول الثانية، لانه هيك مثلا هيك الستين
طب لو في عملة هيك انا كل مرة بحدث الست ال ال الكاش، طب ممكن في عملات صار لها في الكاش مدة اطول، حصير في عملات لها مدة اطول من الستين، لانه انا كل مرة بعمل ابديت على الكاش حيحسب اخر واحد. ممكن تفكر بموضوع انه احنا نعمل كاش منفصل، يعني مثلا ممكن يكون عندي الكاش اسمه بيعتمد على زي هيك مثلا كاش دوت ريت دوت الكرنسي، يعني مثلا ممكن يكون اسم الكاش زي هيك اندرسكور والكرنسي كود، اذا مش موجود نعتبره صفر. طبعا هنا بصير اذا فيش هذا اسمها ريت، اذا ما فيش عندي ريت نحط احنا كل الاحتمالات، نروح نحسب الريت، بطلع عندي الري اسمها ريت، ونطلع في نفس الكي هذا، عشان هذا ممكن نسميه الكاش كي، خلينا عشان ما كررهوش نعمل فاريبل نسميه الكاش كي يساوي هيك. هنا حنقول له هات لي هذا الكاش كي من الكاش، تمام. اذا مش موجودة القيمة من الكاش فاحنا حنروح نعمل لها كونفيرت، وبعد ما نجيبها نرجع نحطها مرة تانية ونحدث. طبعا القيمة تبعتها هي قيمة الريت اللي جبناه، وقديش المدة تكون مدة 60 دقيقة، تمام. وهيك طبعا بجميع الاحوال بدي اخزن في السيشن ايش العملة الحالية تبعت اليوزر، هذه حضرها في السيشن مش في الكاش، يعني ايش العملة اللي اختارها اليوزر احنا حنحتفظ فيها في الكاش في السيشن، لانها معتمدة على اليوزر مش معتمدة انه كل اليوزر مشتركين فيها. لكن قيمة الريت تبعت هذه العملة لانه ممكن الناس يستفيدوا منها، فانا عشان ما ضلنيش ابعت ريكوست كل مرة على السيرفر او على الاي بي اي سيرفر، انا ببعت لك ريكوست كل 60 دقيقة تقريبا على العملة الواحدة، وهذا بيكون حل افضل انه انا ما ضلني ابعت ريكوست كتير على الاي بي، خاصة لو هذا الاي بي اي بيعطيني ليميت، مثلا بيقول انت مسموح لك في اليوم تبعت لي مثلا هذا الفري اي بي اي بيعطيني مسموح لي ابعت 200 ريكوست في اليوم. فلو انا عندي موقع اونلاين وفي ناس كتير بتعمل ريكوست، هيك انا ممكن في ساعة اخلص الليميت تبعي، لا هيك انا بقيد انه ما يتمش ارسال ريكوست كتير. الان اذا الاي بي اي عامل حاجه اسمها الويب هوك، انه هو لما يصير تغيير، قصدك انه العمله تغيرت، هو هذا نحسب الكاش نستمع للتغيير، كل مره يصير تغيير نغير بس، ما هو كيف بدك مين اللي بيغير الريت؟ الثيرد بارتي سيرفيس، تمام. الان اذا هذا عامل لنا حاجه اسمها الويب هوك، هنا في فرق ما بين الاي بي ايز والويب هوك. الاي بي اي انا بطلب الريكوست من السيرفر تبع الاي بي اي، الويب هوك العكس، الاي بي اي سيرفر هو اللي ببعث ريكوست علي زي نوتيفيكيشن بحكي لي انه صار تغيير على هذه العمله، فانا بس عشان مثلا اروح احذف الكاش في هذه الحاله على سبيل المثال. فاذا كان الموقع هذا بيقدم خدمه زي هيك ويب هوك، هي الويب هوك هو زي نظام نوتيفيكيشنز، انه الاي بي اي مثلا السيرفر هذا ببعث لي ريكوست على راوت انا بكون محدد له اياه، هذا انا بستقبله، وبعدك طبعا بيكون بعت لي بيانات معينه من خلال بحدد انه مثلا صار تغيير معين. فاغلب مثلا خلينا نحكي في موضوع البيمنت زي بيبال وغيرها عاملين حاجه اسمها الويب هوك، وبطلب مني اعطيهم الرابط، هذا الرابط بكون انا منشئه عندي، بكون انا عامل راوت عندي على الجهه على الابلكيشن تبعي، بعرفه للبيبال بقول لهم هذا هو الويب هوك يو ار ال اللي انت لما اي تغيير يصير على شيء معين تبعتوا لي نوتيفيكيشن عليه. اي بي اي بروكسي، يعني بروكسي بمعنى وسيط، بس انت بتتكلم من اي ناحيه هو بروكسي؟ مرات اي بي اي بروكسي كيف انه انت في بعض المواقع، في مثلا في موقع اسمه اي بي اي لاير بيعطيكوا بعض الاي بي ايز المجانيه، بس هو فعليا صاحبهم رابط مع اي بي اي من يعني انت بتربطه مع اي بي اي واحد طوره، بس فعليا هذا الشخص اللي طور هذا الاي بي اي هو مش ملكه، هو عامل رابط مع اي بي اي رئيسي، تمام. ففي موقع زي اسمه اي بي هاي ممكن نسميه اي بي اي بروكسي، انه انا ما بطلب مباشره السيرفر تبع الخدمه، انا بطلب زي وسيط، وهذا هو مثلا يعني مثلا بدل ما انا ادفع على سبيل المثال للخدمه هذه 100 دولار انا ممكن ادفع 10 دولار، لانه هو مثلا هذا الشخص اخذ باكج من الثيرد بارتي سيرفيس واعطاني انا، قال لي ايش رايك انت تاخذ مثلا
عدد معين من الريكوست مقابل حجم مثلا او مبلغ اقل. ممكن يكون انت قصدك على هذه الجزئيه. تقريبا هذا هو الكنترولر الكود اللي حنعمله فيه. الان خلينا نعمل راوت لهذا الاكشن. نروح على ملف الراوتس تبع الفرونت او الويب. احنا عرفنا الراوتس تبع الواجهه اعتقد في الويب مباشره. هنعمل هنا ريكوست طريقه البوست لراوت مثلا اسمه كرنسي. هيروح على الكرنسي كونفرتر كنترولر تبعنا. اكشن للستور هذا الراوت ممكن يعطي له اسم currency dot store. نروح على اللي اوت اللي احنا شغالين عليه بحيث انه احنا نخلي هذا الفور بمجرد ما اليوزر يغير هنا يبعث ريكوست على هذا الراوت. نروح على اللي اوت تبع الفرونت. منطقة العملات لو بحثنا USD تمام. هنعمل هنا زي form اي form طريقة البوست. هيروح على الراوت اللي احنا سميناه currency dot store. CSRF هذا الاي سيلكت هنعطيله نيم اللي هو سميناه احنا currency underscore code. الان هذه العملات هذا البيس تبعنا USD. خلينا نحكي نستخدم بعض العملات. نيجي نحكي مثلا بدنا اليورو وبدنا مثلا الشيكل وبدنا مثلا الدينار الأردني وممكن نحكي مثلا الريال السعودي والريال القطري مثلا. طبعا USD يورو هذا كندي. هنا نحكي هنحط هنا طبعا اكيد الكود مش الرمز مش تبعنا بس مش مشكلة. طبعا الفكرة كمان انا ممكن احدد هنا انه شو العملة الحالية. فبدنا نستخدم الات سيلكتد هو عاملين كنا في فور ايتش بتكون افضل ات سيلكتد اذا كان القيمة تساوي اللي هي القيمة في السيشن احنا خزلنا على مستوى اليوزر وين الكنترولر خزلنا في السيشن كي سميناه currency code. فانا ممكن احاول اقرا القيمه هذه من السيشن هو بس ممكن استخدم الهيلبر فانكشن اللي اسمها السيشن واعطي له على طول القيمه فهو هيك حيقرا لي اياها من السيشن بهذا الشكل. طبعا نفس المقارنه حنصير نكررها بس نغير مع مين. احنا لما كنا نطبع العملات او كنا نطبع السعر احنا عملنا اعتقد على مستوى البرودكت عملنا كومبوننت سميناه برودكت كارد وكنا نستخدم هيلبر ميثود او هيلبر كلاس سميناه احنا ماني او كرنسي كرنسي فورمات. لان كرنسي فورمات كنا نبعث فقط السعر مباشره. الان الفكره عشان اخلي الشيء دايناميك
فانا بدي اروح اعدل على هذه الهيلبر ميثود واخلي هذه الفورمات حسب العمله اللي اختارها اليوزر في السيشن. فهنعدل على الهيلبر كلاس هذا اللي احنا بنيناه، احنا سميناه كرنسي فورمات. فبدنا نروح هنا على هيلبرز، هاي الكرنسي. لان اول شغله احنا افترضنا العمله اذا ناخذها من الكونفج، لان لا هناخذ العمله من السيشن، واذا مش موجود في السيشن هاخذها من الكونفج. تمام، فانا حنيجي نحكي مثلا من السيشن فساد جيت، واسم الكي تبعنا اللي هو احنا سميناه في السيشن كرنسي كود. الان اذا مش موجود في السيشن فممكن اقول له في السكند ارجمنت اذا هات لي اياه من الكونفيج، واذا مش موجود في الكونفيج هات لي اياه من مثلا ناسي هنا هذا الشكل. الاماو مش هخليه زي ما هو، بدي اضربه في الريت، لان بدي اقارن اذا كانت الكرنسي اللي تم اختيارها لا تساوي البيز كرنسي. هنا نعمل اف ستيتمنت، اذا كانت الكرنسي لا تساوي البيز، طبعا البيز تبعتنا هي هذه القيمة. اذا خلينا ناخذ هذا الفاريبل هيك، هذا نسميه بيز، كرنسي نعرفها فوق طبعا. اذا البيز كرنسي تبعنا اللي حناخده من الكونفيج، الان احنا بنحاول نجيب الكرنسي من السيشن، اذا مش حنعتبرها هي نفس البيز كرنسي، لان اذا كانت الكرنسي لا تساوي البيز كرنسي، اذا انا هيك صار عندي عملتين، فهي الحالة قيمة الاماونت بدي احولها، اللي هي مفترض انه الاماونت عبارة عن الاماونت ضرب الريت. بس انا في التحويل ما بعتش لان خليتها عامه، انا عملت الميثود عامه، انا ممكن ابعت لها اماونت، بس احنا فعليا لما استدعيناها ما بعتنا قيمه للاماونت، احنا خلص خزننا الريت نفسه هنا. انت قصدك هنا احنا هذه في الكونفيرت اعطينا حكينا ممكن نبعت هنا الاماونت، تمام هذا الصح، بس انا ما بدي استدعي الاي بي اي هذا كل مره، فانا خلص عشان بدي استخدمه كمره واحده، فانا خزنت الريت لما اكون ضارب في واحد، لانه هيك انا بصير قادر اضرب في اي قيمه بعد كده. فانا الاماونت هو الاماونت حضرب الريت، طبعا الريت حناخده من السيشن عفوا من الكاش، فيفترض اخده من الريت يساوي من الكاش جيت كاش فساد طبعا جيت، واسم الكي احنا عايزين نسميناه كرنسي اندرسكور ريت كرنسي، واذا مش موجود عندي ريت ممكن اعتبره واحد انه يضرب لي دائما في واحد. فاحنا سمينا هاي الكي زي ما متذكرين في لما خزنها في الكاش، اسم الكي تبعنا كان كرنسي اندرسكور ريت اندرسكور العمله، وبالتالي انا قلت له هات لي من الكاش، نرجع وين راح، هات لي من الكاش اندرسكور ريت اندرسكور العمله اللي اختارها اليوزر، هيك انا بجيب الريت تبعها بضرب في الاماونت، هيك انا الان بروح احول الاماونت الجديد بالعمله هذه، او يعني بعرضه بالفورمات اللي انا بدي اياه. تمام تقريبا يعني هيك التعديلات اللي عملناها على هذا الهيلبر. طيب نرجع شويه للي اوت، لان ما بدي احط للمستخدم زر انه يعمل سبميت، وين راح الفورم تبعنا، انا ما بدي اعمل للمستخدم هنا زر سبميت، فانا ممكن اعمل هنا ايفنت اون تشينج، اون تشينج على مستوى سيلكت، فيفترض احكي له this dot form dot submit، this بتعود على السيلكت اللي انا فيها، الفورم اللي هي تابعه له، والسبميت هيك انا بعمل سبميت لما يصير تشينج على الكرنسي او على قيمه الاختيار تبع المستخدم من هنا. نعمل تيست لكل العمليات هذه المفترض، احنا حاليا العملة الحالية هي يو اس دي، هي فعلا اختار او هي اليو اس دي،
لأن العملات هنا كل أو الأسعار هنا كلها بتنعرض بال USD. نحاول نختار ILS، هيعمل submit. إذا في شي مشاكل في الـ APIs وكل اللي إحنا عملناه أعطاني أول error. Undefined array key USD ILS، يبقى أنا في عندي الـ API. الـ API هنا الـ result اللي رجعت ممكن يكون فيها error أو في عندي مشكلة في القيمة هذه وأنا بحاول أقراها. إذا هو حاول يستدعي الـ API تبعنا. طيب خلينا نعمل DD للـ result اللي رجعت نشوف كيف شكلها. ممكن يكون مثلا الـ API رجع لي إنه هذا الـ API invalid، الـ API key تبعي invalid أصلا فما رجع لي الـ result. بس هو فعليا تو احنا جربناه. خلينا نعمل تيست كمان مره. بالضبط اعطاني ستاتس 400 starting version 7 يبقى please use free instead of قال لي استخدم الدومين هذا بدل الدومين القديم. يبقى انا كمان مفترض افحص اذا كان راجع لي اصلا response قبل ما احاول ارجع response هذا. بالضبط. اذا هو قال لي استخدم الدومين هذا بدل هذا الدومين، يعني بدل ما احنا كنا نستخدمين هذا الدومين هنستخدم هذا الدومين. كمان مره ريفرش. اذا رجع لي هاي الاري يو اس دي، طبعا هي اري اوف اري انا شايفها اري جواها فال لسه. يبقى انا عشان اصل للقيمه بدي احكي له هنا convert of q of val عشان اصل للفال اللي جوا هذه القيمه. انا في الدوكيومنتيشن مش حاطين الفال. طيب مره اخيره مفترض هيك البروسيس تبعنا. لاحظوا فوق هي كتب لي ILS. اذا هو صار مختار في السيشن انا ILS مفترض العمل تحت كله بالشكل، وهي العملة مثلا هذا كان 400 وإشي دولار صار بالشكل. لو غيرنا العملة مرة ثانية مثلا ريال سعودي هاي الأرقام اختلفت. فاحنا هيك صرنا بنينا الاشي بطريقة من خلال استخدمنا الاي بي اي وبنينا طبعا بعض الهيلبر ميثودز اللي ساعدتني في. طيب لو رجعنا للدولار مفترض انه السعر الاساسي. مية اربعة وتلاتين، اربعمية اربعة واربعين زي ما كانت بالشكل هاد. زين هذه هي النقطة الأولى لو احنا استخدمنا هنا ال HTTP Client. الفكرة هاي انه انت ممكن زي ما حكيت تستخدم HTTP Client عشان تبعتوا اي ريكوست على اي سيرفر بيوفر لك API، وانت بعد طبعا الريسبونس اللي بيرجع لك بتحوله لجيسون، وطبعا حسب كيف فورمات الجيسون اللي رجع لك بتبدأ تحاول تقرأ القيم اللي انت محتاجها وتتعامل معها. استخدمنا هنا ال HTTP Client تمام كمثال. مش بالضروره ممكن تكتب الكود هذا مباشره في الكنترول، بس انا بفضل يكون يعني انت كترتيب للكود يكون عندك الكود تبعك كلين. لا تعمل مثلا سيرفيس هيك كلاس خاصه بالاي بي اي اللي انت بدك تربط معه وتستدعيه في الكنترول. لاحظ مثلا في الكنترول على طول بس انشات اوبجكت واستدعيته. حتى هذا ممكن تخزنه مثلا زي بنتكلم اكثر ممكن اخزنه هذا في السيرفيس كونتينر واصير اخذه عشان مثلا بدل ما كل مره ابعث له الكي. يعني خلينا نحكي هنا مثلا هذا الكونفرتر بدل ما كل مره انا اروح اقول له هات لي الكي من الكونفج ومرره للكرنسي كونفرتر كلاس واعمل اوبجكت، ممكن انا اعمل هذه الخطوه في السيرفيس كونتينر اخزن هذا الاوبجكت بشكل جاهز داخل السيرفيس كونتينر. يعني خلينا نحكي ممكن اروح على مثلا الاب سيرفيس سيرفيس بروفايدر مثلا في الاب في الريجستر اجي احكي this app مثلا bind
بدي اعمل هنا في اعرف السيرفيس كونتر حاجه اسمها مثلا currency underscore dot converter مثلا اسم القيمه في السيرفيس كونتينر هخزنها بهذا الاسم مثلا return function للكرنسي كونفرتر كلاس تبعنا هذا وبعثنا له الاي بي اي كي فصارت هذه الكلوجر فانكشن لما اطلب هذه القيمه من السيرفيس كونتينر حترجع لي دائما هذا الاوبجكت الان صار انا بامكاني في الكنترولر بدل ما اقرا القيمه هذه من هنا اخذها من السيرفيس كونتينر يعني احكي له مثلا اب طبعا عشان انشئ قيمه او اخذ قيمه من السيرفيس كونتينر عندي عده طرق ممكن استخدم الافساد واستدعي الميك واعطي له اسم القيمه اللي في السيرفيس كونتينر ممكن استخدم الاب فانكشن ميك ممكن استخدم الاب فانكشن مباشره زي هيك كلهم بيجيبوا لي القيمة من السيرفيس كونتينر نفس يعني كلها طرق مختلفة للوصول لنفس القيمة في السيرفيس كونتينر يعني انت عشان لما تشوف الكود تبع اللارافيل لو انت شفت كود بهذا الشكل هذا معناته انا بحاول اقرا قيمة في السيرفيس كونتينر وارجعها هيك افضل بكون مثلا بدل ما كل مرة مرر مثلا انا بدي استخدم هذا الكونفرتر في اكثر من مكان في الكود تبعي في اكثر من كنترولر بدل ما كل مره انشي اوبجكت اعطي له الكونفج كي او الكونفج تبع الاي بي اي كي فانت هيك عملت قيمه في السيرفيس كونتينر خزنتها وكل مره بتحتاجها بتطلبها تمام هذه هي النقطه الاولى الخاصه بالموضوع كيف نربط مع بعض الاي بي ايز ومن خلال اللارافيل